لا غنصور غنصور اش وقع الباك اش وقع عليه خويا الواليد كان مريض قتلوه وعيطوا عليا لانه راه مات جيت نديه لقيتو با داو هنا اخرين وخلي لي واحد السيد اخر خويا معكم سي محمد اللي لا 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 المشكل ديالو راه كيرجع للتواصل الاجتماعي اللي هو الحادثه ديال استبدال جثتين داخل مصحه ديال البوليكلينيك اللي هي مصحه كبيره. وقعت لي الواقعه. المهم كان الوالد مريض بالكلاو بالبروستات وديتو نهار الاثنين لعندهم دخلوه لاصال دخلوهم لا غيانيماسيون. قدموا لي الاسعافات قدموا لي المسائل كاع داكشي اللي خصو يديروه. نهار اثنين رجعت لهم انا نهار اثنين شويه مزيان السيد ديفلوبا ولا بخير وعلى خير الحمد لله شويه مزيان. لانفيرميير اللي كاينه تما حتى هي سولتها حيت مشيت لعندهم باش تعطيني لي بوش لا دوموند ديال البوشيت ديال الدم. سولتها قالت لي راه مزيان. مشيت نجيب البوشيت ديال الدم ثلاثه ديال البوشيطات حتى المخدمه جبتهم حتى العشيه حتى ديك ثلاثه اربعه هكاك خديت بوشيطه وحده جيت لقيت الستاف تبدل ديال لي زانفيرميير عطيت لانفيرميير اللي كاينه تماك طلبتها كنت بغيت نشوف الوالد لانه ما شفتوش كاع لان ما شفتوش كاع الكونتاكت ديالك ما كاينش. علاش؟ لان كنت موالف انا الوالد كنت موالف يوميا خصني نشوفه الصباح ونشوفه في العشيه كناخذوا لا دوز بارونتال ادونس دامور بارونتال ما زعما صراحه كبرنا وكنحتاجوها بزاف. المهم انا كنحتاجها بزاف. ما بغاتش طلبتها توسلت ليها قلت ليها انبوس لك رجليك اقسم بالله العلي العظيم تنبوس ليها رجليها ولكن تخليني ندخل نشوف الوالد لمده دقيقه ولا جوج دقائق. قالت لك لا ممنوع القوانين الصارمه ديال 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 البوليكلينيك لازم تحترم. قلت لها واخا لا ماشي مشكل حسبي الله ونعم الوكيل. زدت في حالي النهار الاربع عيطوا عليا مع ديك الثمانيه قالوا لي راه الوالد ديالك راه توفى. كيفاش توفى ما فهمتش هو اصلا كان مزيان كانت الصحه ديالو كديفلوبا يعني كانت كتحسن من حسن لاحسن. المهم ما عليناش. جبت معايا المهم فاش عيطوا عليا جبت معايا خويا وولد خالتي وفي نفس الوقت معنا الغسال باش نديروا لا بروسيدور لانه علاش انا حاولت نعجل باش لان غادي ندي انا الوالد ندفنه في البلاد في ايموزار مرموشه. من بعد طلعت انا خويا والناس اللي جاوا معايا مشاو لامورغ يشوفوا الجثه وانا طلعت للسيرفيس فاكتوراسيون نشوفوا الاجراءات الرسميه والوثائق وداك الشيء هذا الباباس كلهم نحيدوا. فاذا بولد خالتي عيط عليا كوم سي محمد راه وقع واحد الخطا في لامورغ هبط لعندنا. المهم مشيت كنجري بواحد السرعه جنونيه بواحد السرعه اللي غير متحكم فيها ما عرفش شنو هذا. كنهبط لامورغ وفاذا بي كنشوف انا واحد الكازي مكتوبه فيه السميه ديال الوالد افيشيه فيها. حليت هذاك الكازي لقيته خاوي. جا عندي السيد ديال السيكوريتي اللي هو كيتحكم تماك عشافني. المهم دخلت انا سبقته وداك الشيء. جا لعندي قال لي ها هو باك حتى تيرا تيروار قال لي ها هو الوالد. قلت له لا ماشي با. طليت عليها شفتو فحال هكا قلت له ماشي با. قال لي لا با. قلت له لا ماشي با. قال لي لا راه با. قلت لك باك با. قلت له لا ماشي با. جبت له بلا ما نتصادع انا وياه بحكم هذيك الصدمه وهذا قلت له خويا الله يرحم باك ها لاكارت ديال الوالد جبد لي هذه الصوره هذه السيد اللي في هذه الصوره هذه جبدوا لي بهذه المواصفات هذو وها لاكارت ديالي انا باش نتفاداو اي مشكل معك ها هي يعني انا راني ولده. ما لقاش ما جبدوش اشنو دار صافي منين شاف السيد ماشي هو هذاك ربط الاتصال مع الناس ديالهم علمهم بالخبر اللي وقع بانه الجثه اللي كاينه ماشي هي ديال الوالد ديالي انايا والجثه اللي فات اللي مش خرجت هي ديال الوالد. عيطوا على السيد لدى الوالد لقوه راه دفنوا وراجعين في حالهم. قالوا المهم جا البوليكلينيك شفتو عرفتو بانه راه هو الاب ديال هو الابن ديال هذاك السيد. دويت معاه قلت له خويا راه ديتي لي الاب ديالي. قال لي لا راه الاب ديالي. قلت له خويا الاب ديالك راه باقي تماك. المهم ما عليناش. هبط السيد شاف الاب ديالو ديك الساعه راه وليت في واحد الحاله هيستيريا مع الاداره لانه ما شفتش انا الوالد فاش كان حي وطلبت لانفيرميير وما شفتوش فاش مات وما شفتوش فاش تدفن وما عرفتش انا حتى واش تدفن ولا ما تدفنش. المهم ما عليناش بقينا تماك. جات انا قلت لهم والو
كان طالبكم خصكم تجيبوا لي الاب ديالي وتجيبوا لي انا هنا. انا جبته لكم من المستشفى وحطيت لكم في ايدين امينه وردوا لي انا الاب ديالي. المهم بقينا معهم تماك حضرت والو حتى حضروا البوليس. جا الضابط القضائي تماك شافوا اشنو كاين عرفوا شنو هو المشكل. كنت كاع متعيطوا كاع الوكيل على حساب الاستخراج الجثه وهذا. من بعد قنعوني المهم اقتنعت. واحد الاخت ديالي حتى هي عيطت عليا على اساس بلا ما تعذب في الجثه ماشي مشكل. مشينا قيد درنا المحضر بانه راه وقع هذاك الخطا وقع هذا بانه راه هما غيروا الجثتين وقع تغيير ديال هذوك الجثتين. قلت تقريبا خرجنا مع 8 من عند الضابطه القضائيه. مشيت نهار الخميس اتفقنا انا والسيد نهار الخميس غادي يجي غنتلاقاو تماك في البوليكلينيك غادي ياخذ هو الوالد ديالو. المهم باش يخرج الوالد ديالو يمشي يدفنو وانا باش يديني نمشي معاهم نحضروا نيت الجنازه وفي نفس الوقت نشوف الوالد ديالي نشوف القبر ديال الوالد ديالي. هي هذيك. المهم جينا نهار الخميس مشيت لعند الاداره على اساس الوراق ديال الوالد نشوفوا اشنو عندهم. قال لك اودي خصك تخلص. قلت لهم هي مرحبا عطوني لا فاكتور ولكن بشرط عطوني الاعتراف بالخطا. راكم غلطتوا فاش بدلتوا الجثه وما حافظتوش على الامانه اللي جبناها لكم حطيناها لكم اللي هو الوالد ما خديتوش انا من عندكم تماك. ما قال لي المهم مشاو وجدوا لي انا الوريقات ديالي بلا ما يطالبوني كاع بالخلاص. خديت انا الوريقات ديالي تسنيت انا السيد مشيت قيت بعدا خرج تصريح ديال الدفن هذا. تسنيت انا السيد حتى سالا وجد مشى. المهم مشينا معاه للمقبره ديال الرحمه. من بعد فاش وصلنا قلت تقريبا مع ديك ال 12 ما خلاوش. المهم قدم هو الوثيقه ديالو باش الدفن. قالوا لي لا ما يمكنش ندفنوا جثتين بوثيقه وحده. هذيك الوثيقه اللي هي اصلا تدفن بها انا الوالد ديالي اللي هي وثيقه مزوره عاوتاني. المهم هما ما بغاوش رفضوا ليه. ارجع لعندهم قال لي اعطيني الورقه. قلت له ما غاديش نعطيكو هذه الورقه ديال الوالد ديالي بسميه اللي هي في مغايره خصك ضروري تمشي خصهم يعطوك. ارجع مسكين لعندهم عطاوه ديبليكاتا مشى قدمها ما بغاوش صحاب المقبره الاداره ديال صحاب المقبره باش يخلوه يدفن. قال لي لا. ديك الساعه بقى السيد تماك تقريبا حتى الخمسه من خلال تصرفات ديال هاد الكلينيك هذا وديال هاد الاداره هذه وعدم وما خداش هاد المسؤوليه وما خداش المسؤوليه ديالها دخلوا لي الشك 100% ما فقدت الثقه فيهم. دونك سو كيفي انه راه ممكن يكونوا لعبوا في الجسم ديال الوالد ممكن يكونوا خداو شي عضو من الاعضاء ديال الوالد. وانا كان طالب باش يعطوني الوثائق داك التقرير الطبي المفصل دقيقة بدقيقة ساعة بساعة وشنو داروا كاع الخدمة اللي داروها مع الوالد وحتى مات وعلاش مات وشنا هي لاكوز اللي خلاته باش مات. وفي نفس الوقت كان طالب فتح تحقيق في هذه القضية هذه وكان طالب المسؤولين القضائيين المسؤول السيد وكيل الملك كان طالبهم وكان توسل لهم بمعنى الكلمة كان توسل لهم باش يفتحوا تحقيق وفي نفس الوقت باش يرجعوا لنا حقنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.